قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق الله العلي العظيم النور والإيمان في قلب من صلى على محمد وآل محمد أزور الإمامين الهمامين العسكريين أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن أوصانا بالزيارة والدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكما يا وليي الله السلام عليكما يا حجتي الله السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض السلام عليكما يا من بدا لله في شأنكما أتيتكما زائرا عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما مواليا لأوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما حققتما مبطلا لما أبطلتما أسأل الله ربي وربكما أن يجعل حظي من زيارتكما
الصلاة على محمد وآله. وأن يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائي. إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل فرج وليك وابن وليك، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. نحن خدامك يا هادي العباد، خدم للعسكريين، أنتما للناس باب للمراد في الزمان المقفر، في الزمان المقفر. نحن خدامك يا هادي العباد، حضرة شيدها رب الأنام، وبها أوقد مصباح السلام، كعبة يسعى لها البيت الحرام، قائلا يا جنة الله ابشري، لكما قبة مجد ولواء، ولها جاء من الله النداء، لك أحنى رأسه عرش السماء، فعلى نجم السماوات افخري، فعلى نجم السماوات افخري. نحن خدامك يا هادي العباد، قبة الهادي يقينا ما هواه،
سجدت لله حبا واستوت واحتوت من نور طه ما احتوت حكمة تهدي عقول البشر يستجير الناس في كل زمان فيكما إن شح أمن وأمان أنتما مما نعاني تعلمان نرفع الشكوى إلى الشكوى إلى المنتظرين نحن خدامك يا هادي العباد سلام كل يوم هاهنا نتلو النشيد معنا الأملاك تشدو وتعيد وإذا نلقاكما يوم الوعيد فاسقيانا من رحيق الكوثر نحن خدام لكم لا نستكين لا وحق السبط مقطوع الوتين وبنا لا ينطفي جمر الأنين أنتم باب الإله الأكبر أنتم نحن خدامك يا هادي العباد خدم للعسكر أنتما للناس باب للمراد في الزمان المقفر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وتعجل فرجاه وترزقنا شفاعته وتشركنا في دعواتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلوات